عمرو من الناس او من الفنانين اللي دايما بيتدخلوا في الكلام، ولا بياخد الموضوع كله قلب بعضه وبيثق؟ لا لا، عمرو يعني في حاجة انا كنت بقول له قريب، كنت وانا صغير بشوف كلمة رؤية فنية للألبوم عمرو دياب، فلما كبرت فهمت الرؤية الفنية دي ما كنتش فاهمها. طلع اللي هو ليه رؤية في كل حاجة. عمرو بيفهم في الشعر جدا، في المزيكا طبعا درس تأليف موسيقي في أكاديمية الفنون، فعمرو لا عمرو بيتدخل في كل حاجة، وفي الأغلب يعني بنسبة 99% بيطلع هو اللي صح. ده ما بيبقاش مرهق للشاعر لانه بيبقى كده؟ لا هو مرهق من اوله لاخره، فبيبقى مقتنع بيه. مرهق بس هو بيبقى ليه وجهات نظر بحكم الخبره برضه، في 35 سنه مر عليه. يعني عمرو دياب قاري شيء من ايام الشعر الجاهلي، عنده خبره في الشعر فظيعه، فهو عارف السوق كمان. ما انت تفكري برضه فكره الاستمراريه ليه لحد النهارده الشخص ده موجود بنفس القوه وبنفس القيمه، تعرفي ان هو قاري السوق كويس. فالموضوع مش كلمه حلوه بس ولا لحن حلو بس ولا وفي اغاني ممكن اكون انا شايف ان انا كاتب حاجه فظيعه يعني، بس هو شايف ان دي مش بتاعت الناس. وعنده اغاني كتير قوي ما نزلتش، صحابها متضايقين، انا ليا نفسي اغاني ما نزلتش، بس بقعد اقول هو ليه رؤيه، يعني هو ليه رؤيه وهو بيطلع صح في الاخر.